لك المرة اللي فاتت أو قبل ما نروح للمرة اللي فاتت، حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة تقدر تقيم شوارش ولا ما تقدرش تقيمه؟ لا خلاص خلاص، قضي إيه؟ الأمر الذي فيه تستفتيان. لا شوارش مش قوي، سيفيجي ضعيف، مفيش لمسات ليه خالص. حتى مكسب بتاع اللي فات ده، لا ده ناشئين في ناشئين وحلاوة روح واجيب الجون. لا تفهم ده الاتحاد ما جاش، ده ما طلعش من اسكندرية. انت لو انت فايق باللعبة الاهلي يدي الاتحاد 5-6. ولكن سواريش لا، مفيش معالم. وبعدين منين انت جاي ومصمم وانا هعمل وهقعد؟ اول ما قالوا لك العب ناشئين رحت ملعب الناشئين. فتعرف ان هو في الحته دي. وانا بحيي اداره الاهلي، كان لازم تعمل مع موسيماني في اوقات حاجات زي دي. وهو الدنيا بتقع، كان لازم يعملوا كده. فواضح ان الراجل ده لا مش طيب قوي. هناقشك شويه. اتفضل. واحد عنده لعيبه مجهده جدا، اصابات كل مباراه 2 و3، غيابات بالجمله، لعيبه مش في افضل احوالها، حتى السليم منهم هو نفسه ما اختارش صفقات او لعيبه لسه، مضطر دلوقتي يلعب بشباب، كل ماتش بيلعب بفرقه مختلفه. مع كل الظروف دي تقدر تحاسب المدرب؟ يعني لو حضرتك المدرب اقدر احاسبك؟ متهيألي فييرا، ولا فييرا بعيد عنه؟ فييرا نخليه بعيد. فييرا نخليه بعيد عنه، ولا يعني نقولها؟ لا اتفضل. يعني متهيألي هو كان مستلم برضه فرقه مهلهله في الزمالك. يعني كانت اكتر من كده. يعني مفيش تأييد سنتين، لعيبه صغيره بتلعب، لعيبه مشيت كتير. لا لقينا في لمسه، لقينا في وقفه صح، لقينا في بيروح يعرف يجيب جون وما يعرفش يخش في جون. انا الاهلي لغايه دلوقتي مع الراجل لا عارف ادافع ولا عارف اهاجم، يعني ماليش طعم ماليش لون. زي ما قلت لك المقاصه ده بتتغلب 5-6، بس كان ليها طعم. كانت ايامنا تتغلب 4 ولا بس بتجيب جونين و3 بتروح. الاهلي بيمشي سطر سطر، بس الراجل بقى لازم يبان ملامح. فانا بردي عليك كده ان فييرا كان مستلم حاجه برضه بايظه. قلت لك المره الجايه دي فرق مدربين.